قبل السباق سمع تقريبا جل المحللين في ألعاب القوى المختصين في سباقات النصف طويلة والمتابعين لجمال سجاتي بما في ذلك بعض الإعلاميين، كلهم أجمعوا وقالوا يجب أن يتخلى جمال سجاتي عن التكتيك الذي استعمله في الدور الأول وفي الدور النصف النهائي، وهو البقاء متأخرا ثم الهجوم في آخر 200 متر، وقالوا يجب أن يبقى ملتصقا بكوكبة المقدمة ولا يبتعد كثيرا سواء على وانيوني الكيني الصغير أو على أروب هذا العملاق الكندي. لكن جمال سجاتي حتى جابرييل الفرنسي، نعم جمال سجاتي تأخر كثيرا واستعمل نفس التكتيك. تأخر هو في اللفة الأولى كان مليح، كان لابوزيسيون تاعو كانت مليحة، لكن في الثاني 400 متر اللي تعطل شوية، خاصة في 200 متر وكان مشى معاهم القدام، كان يعني يعمل خير من اللي كان يقدر يربح. هو عنده السرعة، هو تكل على 80 متر الأخيرة، وهما كي كانوا بعد عليه بحوالي هذيك زوج مترات ولا ثلاثة، هو راح يدير المجهود باش يلحقهم، وكي يلحقهم هاو دير مجهود، هما ما راحين يديروا والو، راحين يستناو 80 متر. انت راك درت يعني مجهود كبير باش تلحقهم، هي من الاحسن. وكان تكتيكمو ما كانش مليح، يعني كان مشى معاهم ودار واش دار في 80 متر، كان يربح الميداليه الذهبيه وكان يكون هو في السباق الاول، لكن كي قعد معطل شويه انا ما فهمتش، قعد دار كيما النصف النهائي والتصفيات. بصح لا كورس راهي تبدلت تاع لا فينال في المستوى كيما هذا راح تتبدل، لكن على هذه اللي انا حرت كيفاش قعد شويه النور وميداليه برونزيه. نعم. كان قادر يكون مع الأوائل ويكون ميدالية ذهبية. عبد الحفيظ بن شبلة، هل أنت سعيد أم متحسر؟ بون شو أقول لك، الحمد لله يعني ميدالية برونزية تحصل عليها اسمه تاعنا، المهم اللي احنا واش نقولوا، المهم البوديوم وهذه حاجة تشرف يعني. لكن تحس بأنه الميدالية الذهبية كانت بين يدي أنا خاطيني يعني لهذه بصح ده أنا وش ده المجهود اللي عليه وبصحته الميدالية البرونزية. وزيد الأخ محمد، هذه أسرع سباق 800 متر من نهار اللي بدأت الألعاب القوة، راهم في ربعة داروا دقيقة 41، أسرع سباق اللي شفته في حياتي في ألعاب القوة هو اليوم. نعم أمين. والأسرع يعني الأصعب والأصعب يعني واجه أسرع العدائين، لذلك الأمر ليس هينا وليس سهلا أبدا أن تنال ميدالية برونزية أمام هذا هؤلاء الوحوش إن صح التعبير. شاهدنا كيف استنفد سجاتي كل طاقته في آخر قبل آخر 5 أمتار تقريبا أو 10 أمتار، لاحظنا أنه وصل إلى أود سرعته وبعدها لم يستطع أن يرفع السرعة أكثر مما فعل. لذلك أنا أشاطر شيخ معاريش، أعتقد أنه التكنيك أو التكتيك الذي استعمله كان خاطئا، خصوصا بابتعاده كثيرا عن المقدمة. نعم. شوف الوقت أمين، نعم شوف الوقت، دقيقة 41-19، دقيقة 41-20، ودقيقة 41-50، هو كانوا كامل في نفس الوقت. هو شوف أنا على حساب وش عرفت، قعد يخمم كيما التصفيات، وهما ما شاركوش مع هذا الكندي والكينيا، ما شاركوش معاه في التصفيات. هل هي تعليمات مدرب أم أنه سجاتي والذي فضل أن يتأخر؟ لماذا لم يغير التكتيك؟ لماذا لم يستعمل نفس تكتيك الدوري الماسي؟ في الدوري الماسي ما تأخرش، لما فاز بالسباق كان ملتصق بالمقدمة ثم جرى في آخر 200 متر. هو تكتيك يعملها مع المدرب بالطبع، يكون المدرب قال له بالك أعمل نفس الشيء كما درت في التصفيات، ما على باليش كنا مقراوة حفظوها ما على باليش كيفاش الكندي هذاك هو مشى أروب، ما كانش كان داير دقيقة 42 هذا العام، ما دارش كيما الرقم تاع سجادي. نعم. لكن راح غامر في 800 متر، لازم تغامر. الكيني هذاك إيمانويل غامر، دائما يعمل نفس في الملتقات، او اليوم في البطوله العالميه في بطوله اولمبيه كيما هذه في النصف النهائي ايضا غامر، عامل البارح مشى دقيقه 43، اليوم دقيقه 41، قاد السباق من البدايه الى النهايه. ما لازمش شوف لازم تقرا المنافسين تاعك. انا كنت نتكلم هنا في البلاطو، ما نكذبش عليك، كنت نقول باللي يقدر يجيب ميدالية ذهبية، لكن في قلبي
كنت نقول باللي عنده منافسين وعاود ولي ولا الاخر نعم. قلت باللي عنده منافسين صعاب نعم. وهذا هو اللي كنت خايف انا منه. ان شاء الله بهذا اليوم هذا السباق هذا راح يرجع بصح غادتنا وهو تاني كان حتغيدو لان عنده 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 خامه وعنده لا كاباسيتي وعنده كما يقول لك الريتم تاعو تاع 41 اليوم والله غير راحت لنا ميدالية لكن جبنا واش كتب خيرها في غيرها نعم. لكن والله غير ميدالية ذهبية يعني نعم. حتى المتبعين تاع الالعاب بقوه يقولوا لك ثاني نفس الشيء ويقولوا لك باللي راحت لنا ميداليه نعم. ذهبيه. نستمع لاسطوره ال 1500 متر عروس السباقات نور الدين المرسلي الذي كان يفرحنا في سنوات التسعينات ماذا قال بعد نهايه سباق سجاتي. اهنئ جمال سجاتي بالميداليه البرونزيه اللي تحصل عليها في 800 متر نهائي في اولمبياد باريس. والله السباق كان سريع جدا وكنا نتمنى أكثر وأحسن لسجاتي لأنه أحسن واحد على مستوى العالمي فاز بكل سباقات. وأنا أقول أن سباق تكتيكي ربما كلفه خسر الميدالية الذهبية. كنا نشوفه في التصفيات يعني فاز بكل سهولة وفي النصف النهائي. أما النهائي كنت نتوقع أنه يعني يكون في المقدمة مع الرياضيين الكندي والكيني لأنهم أحسن رياضيين على مستوى العالمي. ما كنت نتمنى يبقى في الكوكب الأول وما يخلينش تغرى مسافة كبيرة وبينه وبين الرياضيين. ولكن للأسف للأسف الشديد أن الخطة التكتيكية كلفته وخسرت الميدالية. ولكن سجاتي يبقى رياضي كبير بحصوله على الميدالية البرونزية. والأخطاء هذه إن شاء الله يتعلم منها في المستقبل لأن عنده بطولة أولمبية وما زال في عز شبابه. إن شاء الله الأولمبياد المقبلة بحول الله إن شاء الله يكون عمل مستمر تدريب مستمر ويركز على المنافسة الرسمية ويتعلم أخطاء تاعه وبالتالي إن شاء الله يكون يعني أحسن واحد حتى نتمنى له إن شاء الله في المنافسات المقبلة حتى من الرقم القياسي العالمي. 800 متر يعني تتويجها بالميدالية البرونزية مش جديدة ولكن سجلت كنائب بطل العالم عندنا كذلك سعيد القرني اللي هو بطل العالم يعني 800 متر دائما نقول ألعاب القوى لها الحصة في شرف رياضة الجزائر. نتمنى إن شاء الله رياضة ألعاب القوى في كل اختصاصها إن شاء الله تتحسن وتعطي تشريف أحسن للجزائر وكذلك لكل الرياضات. مرة أخرى هنيئا لسجاتي وتحيا الجزائر وإن شاء الله المستقبل يكون ظاهر لرياضة الجزائر. شكرا. كان هذا رأي الأسطورة نور الدين مرسلي. احتفظت من كلامه بجملة قالها الخطة التكتيكية كلفته خسارة الميدالية الذهبية. نعم كما شفنا احنا في هذه الدورة كان ستجي كان دروش دف نصف النهائي كان يقدر يروح نعم. للذهب لكن ما ليش كما قال نور الدين المرسلي يعني تخليه إن شاء الله للقادم إن شاء الله يفكر في هذو اللي ديفو هذو إن شاء الله وباش يكون إن شاء الله دائما بطل إن شاء الله. محمد تجيك من عنده يعني بطل عالمي نور الدين المرسلي نفسي كل المدربين في اختصاص ألعاب القوى راحين يتكلموا هذا الكلام لأن شوف في البطولة العالمية في أمريكا في سنة 2022 هو نائب البطل العالمي اللي هو كان الكيني هو اللي الكنادي هو اللي كان وكان تشوف سباق وكان تلقى سباق تاعو يعني الفيلم تاع السباق تاعو راح تشوف باللي دار سباق من أروع. علاه؟ كان في بوزيسون تاعو كان قدام وهو اليوم تعطل تكتيكمو هي ميدالية في هذا المستوى.